السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا عند اتات صفوه اللي راح نبريزونتي لكم اليوم اكثر من 15 موديل تاع لي صالون. اولهم هذا لارا كلاسيك اللي مصنوع من الكركاس اون بوا روج لو تشوسو سبيسيال او لو برونش دي 36. لو دوزيام موديل تاع هذا لو تاع هذا لو صالون من الموديل اورنيلا لي بيتاو اون دوري اون ميتال الى حبيتوها اون بوا مش مشكل. مصنوع بلي سانتور اي لي روزول. عنده ليسباس تاعو كبير نقدر حتى نصنعوها على شكل ال كيما راهو واضح معكم. لي ديمونسيون تانيك اقدرين انتم تختاروها. شوفوا لا فينيسيون بعينيكم واش رايكم انتكم ادوا المحل ياونا وتشوفوا هذا الموديل كيما هذا الموديل جيوفاني اللي راهو في نواق في الدوري العشاق الاسود والذهبي لي بي تاعو تانيك اون دوري ميتال حبيتوهم اون بوا رانا تحت الخدمه والالوان عديده وكثيره اللي راح تلقاوهم. عندنا هذا الموديل معروف عن العاده شيسترفيلد اللي راهو متوفر عندنا ميليو ما درنا لهم دي بي دوري واللي يحبوا ايضا من الخشب الاتر رانا تحت الخدمه. الوان تاعو عديده وكثيره اكثر من 50 لون تحت الخدمه. عندنا ايضا الموديل بيلوت تاني مخدوم باللو بونش دي 30 كابيتوني و لو كابيتوناش تاعهم عفوا راهم فلي كودوار. ميم لو موديل فالنتينا لي بي تاعهم تانيك اون بوا اتر لو بونش ديالهم دي 30 والسعر اكيد راح يكون تحت خدمه الجميع. اما هذا لو موديل من الاف 0011 اللي هو لو صالون دو لامبورطاسيون من ماليزيا اللي راهو مصنوع من سيمي كوير وتانيك عندنا لي كليك كلاك كوفري. عندنا دو موديل مثل موديل اسطنبول ولا لو موديل سامبل. عندنا دو موديل وعندنا اكيد لي كولور كي تفتحيه ولي فيه 1.40/1.90 تقدر حتى انك ترقدي عليه. تقدري تخير هذا الموديل ولا هذا لو دوزيام موديل. راهم كوفري تقدري تخبي فيهم دي كوفرتور حاجه لي دران ولا لي كوني تحتاجيهم. اما الموديل هذا الموديل كوتشي غوتشي اللي راهو في النوعيه تاعو ولا الموديل ديالو موديل تاع 2023 حاجه ولا اروع. لو بليساج في كودوار غوتشي انك لابسه اون روب. ميم هذا لو موديل جوبيتر الموديل تاني كبير كابيتوني موديل تقدري انك تكسلي عليه باسكو سي لارج حاجه كما يتبين لكم لي كود وقت تاعهم ولا اروع ايضا. اما لو موديل بيلوت بلس اللي زدنا لهم دي بي دوري سي ديجا قلت لكم لي موديل بيلوت مي بصح كابيتوناج يختلف وين يكون الاختلاف تكون اتات صفوه. ما هذا الموديل غوتشي عندنا هذا الموديل رويال عندنا مرحبا في الال ولا اون سي بلاس كما يبان معكم. لو سالون كونفيرتي ما عليكم غير انكم تتصلوا بنا في الارقام اللي راكم تشوفوا فيهم الاسفل هذا الفيديو. ونقول لكم مع السلامه ونتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله مع اتات صفوه. تبقوا على خير.